في مؤتمر صحفي برعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، أعلنت طلبات الشركة التقنية الرائدة محليا وإقليميا في مجال توصيل الطعام والتجارة السريعة عن إنشائها أحد أكبر المراكز الإقليمية لدعم عملاء طلبات في المنطقة، والذي سيتخذ من البحرين مقرا له. وسيكون هذا المركز ثمرة التعاون ما بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتمكين ومجلس التنمية الاقتصادية وشركة طلبات، حيث سيتم توفير 1000 وظيفة على عدة مراحل، ابتداء ب 400 وظيفة في يوليو القادم ستشمل عدة وظائف قيادية وإشرافية، إضافة إلى خدمة العملاء في مجالات مختلفة منها ضمان الجودة والتدريب. وفي تصريح له أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن استحداث هذا المركز يعكس نجاح مملكة البحرين للمزيد من الاستثمارات الخارجية بما تمتلكه من بيئة استثمارية محفزة، خاصة في مرحلة ما بعد التعافي الاقتصادي. وقال الرئيس التنفيذي لطلبات في الشرق الأوسط توماس رودريغيز إن اختيار البحرين لإنشاء هذا المركز لما تتميز به من بيئة جاذبة للاستثمار وموارد بشرية مؤهلة ومبدعة وقوانين وأنظمة تدعم التطور والنمو. من جانبه صرح المدير التنفيذي لطلبات البحرين هشام السعاتي أن افتتاح هذا المركز في البحرين سيسهم في زيادة هذا الازدهار وتنويع وزيادة الخبرات في المجال التقني لدى الشباب البحريني. كما أكد سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لتمكين التزام تمكين الكامل بتحقيق أهدافها الرئيسية التي تتضمن دعم البحرينيين ليكونوا الخيار الأفضل للتوظيف في القطاع الخاص. من جانبه أكد سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن هذا المشروع يتواكب مع خطة التعافي الاقتصادي وأساسياتها التي من شأنها أن تخلق الفرص الوظيفية في البحرين، بأن نجد الشركات تعتز وتفتخر بالعنصر البحريني وتجعله أحد أهم مقومات الاستثمار، ونحن مستعدين لتوفير كل الدعم في التدريب والاختيار وكافة جوانب الإرشاد والتوجيه للحصول على الكفاءات البحرينية المناسبة لملء كافة الوظائف المتاحة. وشكرا جزيلا للشركة على هذه المبادرة الإيجابية، والبحرين إن شاء الله تكون دائما في مكان الصدارة ومكان الدعم والتأييد. نشهد اليوم خبر الإعلان عن اتخاذ شركة طلبات من البحرين مركز إقليمي لخدمة العملاء، اللي من خلاله راح يتم حوالي خلق أكثر من 1000 وظيفة للمواطنين البحرينيين، راح تساهم تمكين في دعم هذا المشروع من خلال دعم أجور البحرينيين اللي راح يتم توظيفهم في هذا المشروع.